في سؤال شيخ يقول: ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمفوضة، يمدح من يقول بقول جهم في القرآن، ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال: وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم، فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ذكر هذا في كتاب أماكن متفرقة، ليس في كتاب، وأيضا في بعض الكتب. طيب منها؟ طيب هو الذي مدح هذا في لا تحد لا تحد. طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب، قالها مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال عنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء، عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه عاصفة الجاهلية، وعن يوسف لما قال اجعلني على خزان الأرض أن يحفظ أمين، قال هذا دكتاتوري عليم عليم، قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زماننا. مين هذا اللي بيقول هيك؟ في كتاب الخلافة والملك الموجود. من هو؟ مودودي. مودودي. ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ والله أحد الدعاة مدحهم و يعني غيبة؟ أحد الدعاة إذا سميت أو غيبة؟ لا إن شاء الله لا يكون غيبة. طيب هو الشيخ سلمان مدحه. وين مدح؟ هذا كلام أنا بقول لك مش متكلم. مدحه والله في أشرطة. اسمع فهمت علي؟ طيب بعد علي أريحك أحيانا. أمدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟ لا صاحب هذا الكلام. نعم عاود أشرح. ما مدح الكلام. فإذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟ لا يعني هذا. إذا ماذا تعني أنت بهذا السؤال؟ فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال له أن فلان اللي في المودودي فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمام مجد، فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيه الشيخ. شوف يا أخي أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط حرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن نمضي أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا، وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب، إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس، لأن له أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية، هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربته، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية.
السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربت سوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي.